السلام عليكم. عندنا 2017 اللون جميل مرة ومواصفاته حلوة. لون يعني ما أعرف شلون أشرحه، مو برصاصي مو بأزرق، يعني بين الرصاصي والأزرق الفاتح. KTMG 4 فصوص، تخشيبة من جوا جميلة جدا، اللي طبعا رصاصي، يعني تناسق الألوان مرة حلو. 4 فصوص، كاميرا 360 ورادار وخروج المسار وقيادة ذاتية. طبعا ممشى ما أدري كم بالضبط، بس هنا نشوف الحين. وفي شيء حاب أوضح، اللي الناس يقولون لا ما هي بصمة، لا بصمة، كل المرسيدسات الاس كلاس بصمة، تجي قطعة صغيرة الظاهر أنها موجودة عندي في سيارتي، أبركبها هنا وأشغلها لكم تشوفون كيف. أجيب القطعة، عندي قطعة في سيارتي بصمة زيادة، طبعا قيمتها $50، بس اللي عندي أحطها هنا عادي. هذه البصمة، هذه تركبها على أي اس كلاس، بس جربناها على جي واجن ما اشتغل، فتركبها ما فيها يعني برمجة، ما فيها أي شيء، قيمتها $50. فلو جذبون نحطها مع السيارة. في ناس كثير متعذبين مع المفتاح، لا ما هي بصمة أبغاها. فبس حطها هنا، عندي ثنتين احتياط، شغل. الممشى 26,000 ماشي. طبعا زي ما قلت اللون جميل جدا، يعني حتى البصمة بخليها، ماني ماخذها من برا ومن جوا، لونها جميل جميل جدا، يعني صراحة التنسيق ألوان مرة حلو. هذه الشنطة، الدعاسات، كل شيء موجود، الكتيب. طبعا فيها ملاحظات الحكات، هذه حقت البيبان في الباب الثاني الأمامي، داخلية نظيفة، ما في أي شيء، ما في قطوع في المراتب، التخشيبة سليمة، كل شيء سليم، الستائر والسك والشغلات ذي نجربها نشوف، لأن يعني خذيت مقلب في واحدة من السيارات الفتحة، يعني من الأشياء اللي تنسى تفحصها فما فحصتها، فطلعت يوم جينا نصلحها طلعت $4,000، والحمد لله يمين يسار يمين يسار، ودبرناها مع الوكالة وصلحناها بلاش. فبس الأذرع حقة الفتحة $4,000. فالفتحة ستار، الخلفية شغالة، ستاير الجانبية، كلها شغالة تمام، ما في أي شيء. فما في أي ملاحظات. KTMG 4 فصوص.